حلقة جديدة من سوريا اليوم، أهلا بكم. يزداد الشقاق بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام شمال شرق سوريا، فتمهل قسد قوات نظام الأسد 24 ساعة لإخلاء المربع الأمني في مدينة الحسكة والانسحاب إلى مطار القامشلي، مهددة بشن هجوم عسكري على مقارهم الأمنية داخل المدينة. ولا يبدو أن الوساطة الروسية استطاعت تخفيف حدة التوتر بين الطرفين بعد الضغوطات الكبيرة التي مارستها على قسد لتسليمها مدينة عين عيسى لنظام الأسد، بعد أن لوحت تركيا بشن عملية عسكرية للسيطرة عليها. في المحور الثاني مشاهدينا، لم يتأخر رد الميليشيات الإيرانية على القصف الجوي والذي استهدف مواقعها شرقي سوريا، وجاء على شكل خطة مفاجئة اقتضت الانسحاب من المواقع والمعسكرات المعلنة إلى مقار ومواقع تابعة لنظام الأسد للتخفي تحت أعلامه وراياته هربا من غارات جديدة. وفي الشق الثاني من الخطة، كان الانسحاب إلى عمق البادية السورية والتخفي مع ما أمكن حمله من العتاد والسلاح. فهل ستجدي خطة الانسحاب والتمويه وإعادة التموضع نفعا وتجنب الميليشيات هجمات أخرى، أم أن المخطط الإسرائيلي ماض في مواجهة الوجود الإيراني في تلك المنطقة، وأن التهديدات الإسرائيلية بمزيد من الهجمات تترجم على أرض الواقع في الأيام المقبلة؟ قالت وكالة الأناضول إن قوات سوريا الديمقراطية قسد أمهلت قوات النظام حتى مساء الغد لإخلاء المربع الأمني في مدينة القامشلي والانسحاب باتجاه المطار في المدينة. جاء ذلك بعد انهيار المفاوضات بين النظام وقسد بعد يومين من التصعيد والحشد العسكري بين الطرفين، تصعيد خلف أزمة معيشية وإنسانية في مناطق التصعيد. نتابع المزيد في التقرير التالي. تزداد حدة التوتر بين نظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية قسد في مدينة القامشلي. تستمر قسد بمحاصرة المربع الأمني للنظام بعد أن وصلت المفاوضات بين الطرفين برعاية روسية إلى طريق مسدود. تقلب قسد طاولة المفاوضات على النظام وتمهله 24 ساعة تنتهي في 20 من الشهر الجاري لإخلاء المربع الأمني والانسحاب إلى مطار القامشلي حيث القاعدة الجوية الروسية. وفي حال عدم انسحاب النظام، تلوح قسد باستخدام الخيار العسكري وشن هجوم واسع على قوات النظام في المنطقة وإجبارها على الخروج بالقوة. سبقت المفاوضات والتهديد حشود عسكرية لروسيا والنظام إلى القامشلي تحسبا لأي خيار عسكري، حيث استخدمت روسيا 300 عنصر من الشرطة العسكرية ترافقهم عربات ومدرعات إلى مطار القامشلي، وكذلك فعل النظام واستخدم تعزيزات إلى مناطق سيطرته في ريف الرقة، وجل التعزيزات من عناصر الفيلق الخامس المدعوم روسيا. كما أن النظام رد بحصار جيوب سيطرة قسد في مدينة حلب وريفها، لعل ذلك يشكل ضغطا لفك الحصار عن قواته في القامشلي. وفي حين يستمر الحصار المتبادل يأخذ التوتر منحا معيشيا، حيث توقفت مؤسسات المياه عن العمل ويعيش المدنيون بلا ماء، والمشافي والمخابز متوقفة بفعل الحصار. كما أن قسد أغلقت أيضا معبر الصالحية الذي يصل بين مناطق سيطرتها ومناطق النظام في دير الزور. وبينما لا ترد أو تعلق الولايات المتحدة رسميا على التوتر المتصاعد في منطقة هي المسيطرة عليها، فإنها تستمر بإرسال التعزيزات والدعم لقوات سوريا الديمقراطية التي تهدد باستخدام القوة، وبمهلة آخرها تاريخ تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد. إذن خيار المفاوضات لتخفيف التوتر بات بحكم المنهار، وفي الوقت الذي تغيب فيه واشنطن عن التعليق الرسمي تحضر بقوة على الأرض وتقطع الطريق على موسكو، والخاسر والمتضرر من كل ذلك هو السوري. للنقاش معنا في الاستوديو الصحفي محمد مستو، كما ينضم الينا عبر خدمه سكايب من القامشلي الباحث في مركز اسو للدراسات الاستراتيجيه السيد ادريس خلو. مساء الخير لكم جميعا. سيد محمد، ابدا معك.
قراءة في دوافع القرار الذي اتخذته قسد؟ مهلة حتى الغد إن لم ينسحب النظام ستستخدم القوة. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. الأمر بدأ قبل تقريبا نحو شهر عندما بدأت الاشتباكات بين الجيش الوطني السوري وقوات قسد في محيط عين عيسى. حينها ضغطت روسيا والنظام على قسد للانسحاب من عين عيسى وتركها للنظام حتى يعني تتخلى تركيا عن مخاوفها، حتى يزيل مخاوف تركيا من وجودها في هذه المنطقة، لأنها عين عيسى كما تعلمون قريبة من مناطق نبع السلام وتشكل تهديد دائما لهذه المنطقة من خلال السلال المتفجرات والعمليات العسكرية التي تقوم بها قسد ضد تركيا. هنا قسد مع زيادة الضغط على قسد قامت قسد في بادئ الأمر بمحاصرة النظام في القامشلي والمربع الأمني الموجود في القامشلي، وحاولت أن تقايض النظام بأن تتخلى عن القامشلي، أن ينسحب النظام من القامشلي وهي وأن تنسحب قسد من عين عيسى، نوع من المقايضة. طبعا هنا القامشلي مهمة جدا، وأيضا بالنسبة للروس فيها مطار وفيها جنود، عدد كبير من الجنود الروس بلغ مؤخرا بدون مبالغة نحو 2000 جندي روسي. تدخل الروس بقوة ومنعوا أن تحدث اشتباكات وفكوا الحصار بشكل جزئي وليس كلي، وما زال نوع من الحصار مفروض. انتقلت بعد ذلك قسد إلى الحسكة وأيضا حاصرت المربع الأمني هناك ولنفس السبب، وأمهلت قوات النظام بعد اجتماعات عديدة جرت بين قسد وممثلين عن النظام، أمهلتهم بالانسحاب من المربع الأمني في الحسكة باتجاه المناطق الشمالية أو الحدود مع تركيا حتى يوم غد. طبعا النظام يرفض حتى الآن هذا الاقتراح ويعتقد أن خروجه من الحسكة سوف يسمح لقسد بتأسيس إقليم كامل في المنطقة وما تحت مسمى الإدارة الذاتية، وسيحرم النظام تماما من أي أمل بالعودة إلى المناطق الممتدة من الحسكة حتى دير الزور. سيد إدريس مرحبا بك مجددا، ما احتمالات التصعيد في حال رفض النظام الانسحاب غدا من المربع الأمني في الحسكة؟ نعم، مساء الخير لك والمشاهدين الكرام. طبعا باعتقادي كل ما يجري الآن تدخل في خانة كل طرف يضغط على الطرف الآخر لكسب المزيد من التنازلات، وفي عشية انتقال السلطة في أمريكا من ترامب إلى جون بايدن لا أعتقد بأن المشهد ستكون خارج عن السيطرة الأمريكية. نحن نعلم شمال شرق سوريا منطقة سيطرة أمريكية كاملة باستثناء المناطق التي احتلتها تركيا مؤخرا في عام 2019 في الشهر العاشر، وهما رأس العين وتل أبيض. ما يجري حقيقة وأجزم بأن كل ما يجري الآن عبارة عن ضغوطات، كل طرف يحاول أن يكسب المزيد من الامتيازات، ولكن عملية التصعيد العسكري أو القاعدة العسكرية القواعد العسكرية في شمال شرق سوريا أعتقد أنها توقفت تماماً في ظل الوجود الأمريكي، وكل الأطراف متفقون بعدم التصعيد والتصعيد باتجاه الحصول حرب أو اشتباكات في أي منطقة من هذه المناطق. فأعتقد بأنها تدخل في خانة المقايضات وفي خانة ما يكسب كل طرف على حساب الطرف الآخر. مثلاً اليوم في الحسكة، للتوضيح فقط سيد إدريس، يعني تستبعد أن تقوم قسد بأي تصعيد في حال لم يسحب النظام أو لم يلتزم بالمهلة الممنوحة له؟ عزيزي، ما يجري الآن عبارة عن ضغط من كل الأطراف، كل طرف تحاول أن يضغط على الطرف الآخر لكسب مزيد من التنازلات. مثلا اليوم في الحسكة الآن المربع الأمني محاصر بشكل كامل ما عدا الطريق الواصل ما بين الحسكة والقامشلي، فالقامشلي أيضا مربع الأمني محاصر. بالمقابل النظام أيضا تحاصر الأشرفية، تحاصر شيخ مقصود، تحاصر مخيم عين شهبة. كل ذلك من تداعيات ما حصلت في عين عيسى بين الطرف التركي والطرف الروسي، حاول بشكل أو بآخر تسليم منطقة عين عيسى للنظام، ولكن قسد رفضت تلك المقايضة. طيب، وكل أعتقد بأن الأمور تتجه نحو التهدئة وما نحو التهدئة وليس نحو التصعيد حتى لو لم ينصاع النظام
لمطالب قوات سوريا الديمقراطية سيد إدريس؟ ضغط في هذا الاتجاه كسب مزيد من التنازلات فقط لا غير. برأيك إلى أين يمكن أن تذهب الأمور مع بناء على الوضع الحالي والمستجدات الحالية؟ نعم بصراحة لا قسد ولا نظام هم أصحاب قرار. هذا الأمر يتعلق بالموقف الروسي والموقف الأمريكي. إذا كان هناك موقف أمريكي يريد فعلا إخراج النظام من الحسكة فهذا سيحدث حتما. أما وبالمقابل إن كان هناك موقف روسي رافض ومستعد للقتال لإبقاء النظام في الحسكة فهذا يعني أن النظام لن ينسحب. فالموضوع هنا متعلق بالموقف الأمريكي والموقف الروسي. وهل هناك أي مؤشرات تشير إلى أن اتخاذ قصد أو تهديد قصد يأتي بدفع من الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم يعني قصد لا هي تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وكل القرارات وكل شيء تأخذ تعليماتها من الولايات المتحدة الأمريكية يعني. فلذلك لا يمكن فهم هذا الشيء إلا بدفع. لكن هل هذا الدفع الأمريكي هو دفع جدي أم فقط من أجل كرافعة في التفاوضات المقبلة مع روسيا أم أنها دفع حقيقي وفعلا يرغب بانسحاب النظام من الحسكة؟ اليوم ماذا عن روسيا؟ كيف ستكون ردة فعلها؟ لا سيما أنها استخدمت تعزيزات مؤخرا وكان حراكها الأخير بحسب ضباطها يأتي لتهدئة التوتر الذي لم يهدأ بحسب ما نرى. نعم روسيا معنية جدا بالحفاظ على القامشلي وخاصة المطار ومحيطه. لديها قاعدة عسكرية كبيرة هناك، لديها أسلحة ثقيلة، لديها رادارات. لذلك يعني القامشلي سوف تحاول بكل قوتها أن تمنع سيطرة قسد على القامشلي. لكن أرى يعني من خلال ملاحظتي أرى أن هناك تراخيا في موضوع الحسكة، ولا يريد وروسيا لا تبذل الجهد الذي بذلته في القامشلي لفك الحصار عن النظام في الحسكة. كان هناك سيد إدريس مفاوضات عدة بين قسد والنظام، يبدو أنها وصلت إلى حائط مسدود. لو تلخص لنا مجمل هذه المفاوضات، على ما كان الخلاف وعلى ما كان الاتفاق، وهل تتوقع أن تعود المفاوضات مجددا طالما أنك ترى الأمور من زاوية الضغوط لتحقيق المزيد من المكاسب بالنسبة لكل الأطراف؟ طبعا المفاوضات جارية بين كل الفرقاء. أنا أشبه الحالة السورية أو الجغرافيا السورية برقعة شطرنج. كل فريق تحاول أن تدفع ببيادقه وبقطاعه الكبيرة لكسب المزيد من الامتيازات على رقعة الشطرنج. ما يحصل الآن هو عبارة عن ضغوطات، أعيد وأكرر ضغوطات، ولكن بعجالة واعتراضا على فقرة وردت في التقرير لديكم. ليس هناك اتفاق أمريكي روسيا اللاعبين الكبار على تقسيم سوريا. نحن نعلم إذا انسحبت قوات النظام من الحسكة من شمال شرق سوريا وخاصة مطار قامشلي المربع الأمني الحسكة لا يبقى أي وجود للنظام في شمال شرق سوريا، وبالتالي تتحول شمال شرق سوريا إلى كيان منفصل عن سوريا. بالتالي العملية الروس والأمريكان متفقين على أن تبقى سوريا موحدة، وبالتالي كل هذه الضغوطات تكون خارج سياق ما نذهب إليه وما نطرحه في هذه الحلقة. وبالتالي أعتقد المفاوضات ستجري ما بين الروس وما بين برعاية روسية، ما بين قسد وما بين النظام، وهناك حلول واتفاقيات ستخرج للعلن حسب اعتقادي. كل هذه المعمعة والفوضى والتوتر الحاصل عشية تنصيب السيد بايدن سيكون خلال الأيام القادمة تحولات كثيرة وذهاب إلى التهدئة حسب قناعات. يعني برأيك ستعود الأطراف للمفاوضات؟ عزيزي كل أطراف، الجميع ملتزمون حسب قواعد اللعبة السياسية. نحن نعلم أن العمليات العسكرية في شمال شرق سوريا وفي سوريا عامة تذهب إلى التهدئة، والأطراف لا طرف أي طرف سيستفيد من عملية تقسيم التوتر. طبعا الخاسر الأكبر في هذه العملية سيكون الشعب السوري وهو يدفع الضريبة الآن، ونحن نعلم بما يحصل الآن في مناطق النظام وفي مناطق السيطرة والفصائل والمعارضة وما يحصل الآن في قسد، كل هذا هناك كنترول وغرفة مشتركة تضغط على الجميع
سأعود إليك، سأعود إليك سيد إدريس. اليوم سيد محمد، أين تتركز نقاط قوات النظام في الحسكة وما قيمتها الاستراتيجية؟ نعم، قبل ذلك أريد أن أذكر نقطة فقط. خلال الفترة الماضية وخاصة الأسبوعين الماضيين، قوات النظام في الحسكة وفي القامشلي تعرضوا لإذلال شديد لم يسبق أن شاهدوه في الحسكة والقامشلي. يعني قوات قسد تلقي القبض على كبار ضباطهم وتتركهم يقفون على الحواجز لمدة ساعة أو ساعتين وتعتقل بعضهم، يعني وحتى عناصر النظام لا يستطيعون مثلا التحرك خارج المربع الأمني في القامشلي بدون بلباسهم العسكري. يعني حالة إذلال شديدة يتعرض لها النظام في كل من القامشلي والحسكة، وهذا يؤشر إلى أن التوتر بين الطرفين توتر كبير، وممكن أن يحدث أي شيء في أي لحظة. أنا لا أستبعد التصادم ولكن لا أؤكد كذلك التصادم، لكن الحالة التي يعيشها الآن الوضع في الحسك هو وضع توتر شديد ممكن أن يؤدي إلى انفجار في أي لحظة. بالنسبة لمواقع قوات النظام، قوات النظام موجودة في الحسكة، موجودة في بعض مؤسسات الدولة وفي المربع الأمني، ويوجد أيضا في محيط الحسكة والقامشلي بعض النقاط العسكرية مثل فوج ترتبة، مثل الفوج 54، ويوجد بعض المناطق التي في جنوب القامشلي باتجاه المطار أيضا هي تحت سيطرة النظام. السيطرة بشكل أكبر بمعدل 80% لقسد في الحسكة والقامشلي، وأعتقد أن قوات النظام يعني تدرك أهمية هذه المنطقة التي هي موجودة فيها، لذلك لن تنسحب. كما ذكرت حدثت اجتماعات، والآن ضباط من النظام ذهبوا إلى دمشق للتشاور وإعطاء القرار النهائي بهذا الخصوص، وغدا سيتبين كثير من الأمور. برأيك هل تنسحب قوات النظام؟ من الحسكة أنا برأيي يعني ممكن، من الحسكة ممكن، لأن الضغط شديد عليها هناك. يعني حتى يعني نحن لا نستطيع أن نفصل بين الحسكة والقامشلي، بالنتيجة القامشلي هي في ريف الحسكة. يعني مثلا خلال اليومين الماضيين قطعوا عنهم الخبز، قوات قسد قطعت عن النظام الخبز لمدة 24 ساعة، وكاد عناصر النظام يموتون جوعا، يعني بقوا بدون طعام. فأنا أعتقد أن قسد في المنطقة هي الأقوى، وربما يعني ربما تستطيع أن تفرض شيئا ما في الحسكة. نعم سيد إدريس، ما الدور الأمريكي هنا؟ غدا موعد تسليم السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالنظر إلى تعيينات بايدن خصوصا بريت ماكغورك مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط والذي عرف بدعمه لقسد. أعتقد ماكفورك هو صديق للقوات سوريا الديمقراطية، وأيضا له علاقات وطيدة مع إقليم كردستان العراق، وله علاقات وطيدة أيضا مع قوات قسد، وبالتالي سيشكل تنظيم سيد ماكفورك دعما لقوات قسد، وأيضا سيكون دعما للتحالف، وبالتالي سيكون لقوات قسد في الأيام القادمة بعد تنظيم سيد بايدن سيكون قوات قسد أكثر فاعلية وأكثر نشاطا وأكثر حرية في كسب مزيد من الامتيازات في شمال شرق سوريا. هل يمكن القول سيد محمد أن عام 2021 سيكون عام قوات سوريا الديمقراطية طالما أن الأمور تصب في مصلحتها بالنظر إلى مستجدات الوضع الأمريكي في المنطقة؟ لا أعتقد ذلك. يعني هما ربما يأخذون شيء من الحسكة، لكن أعتقد أن تركيا لا تزال ترى أن قسد تنظيم إرهابي ولن تقبل بأن تكون قوية، وتركيا هي دولة محددة في المنطقة. عين عيسى لم ينتهي العمل عليها، يعني عين عيسى ما زالت تركيا ما زالت تريد أن تطرد قسد أو يبيجي منها. يوجد أيضا كوباني هي على الحدود، أيضا يوجد ضمن الرغبة التركية بأن بطرد قسد من هناك. لن يكون عام قسد، إنما سيكون العام السيء ربما للنظام في المنطقة. وهل يمكن أن تكون ردة الفعل الروسية بالتنسيق مع تركيا في هذا الشأن؟ نعم، ربما يكون هذا الأمر في حال قسد، يعني كما ذكرت لكم هناك توازنات. في حال قسد أصرت على طرد النظام وأصرت على معاندة روسيا
فربما روسيا تقوم بشيء ما حتى تضعف قسد في عين عيسى أو في كوباني. شكرا لك الصحفي محمد مستو، كنت معنا في الاستوديو. أشكر أيضا الباحث في مركز آسو للدراسات الاستراتيجية السيد إدريس خلو، كان معنا من القامشلي. مشاهدينا بعد فاصل قصير محور آخر، ابقوا معنا.